المشاهدين، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم إخوان. شوفوا معنا تبارك الله ظروف المصلات في أقاليمنا الجنوبية ولله الحمد. شوفوا تبارك الله طريق الإخوان، طريق السيارة صعب، ما تقولي إلا طريق السيارة، هو طريق سريع ولكن الحمد لله يعني بالمجهودات وبعد يعني المنعرجات اللي ما بقاوش وبعد هاد الجبال اللي ما بقاش داك العلو بزاف، تقريبا بحال طريق السيارة. شيء رائع الاخوان، والله الا شيء رائع الاخوان. الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل الله. شوفوا معنا الطريق الاخوان، طريق واسعة، طريق مزيانة. دابا هذا النصف، هذا النصف الطريق، والنصف الاخر راهو من الجهه اليمين. دابا هذا تسالت الاشغال والاخر راه باقى في الاشغال. دابا الطريق تحولت لهذا المقطع اللي هنا على اليسار، دابا اللي احنا غاديين معاه. وكما كتشوفوا معنا الاخوان، هذا هو الجبل اللي كنت قلت لكم في واحد الفيديو، قلت لكم راه فيه واحد المقطع خطير. هاد المره واقيلا ربما الاخوان هاد المقطع هذا راه ربما ولا مفتوح في حركه السير. استغفر الله. الحمد لله غتشوفوا معنا الاخوان، غتشوفوا معنا الاخوان تبارك الله. هاد الجبل هذا كي ولا، يا سلام يا سلام. شوفوا الخدمه الاخوان، شوفوا الخدمه كيفاش دايره هنايا. يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله تبارك الله، الروعه الروعه. كنا الاخوان كنمشيو من هنا، علي من كنا كنمشيو من هنايا، الطريق كانت غير مؤقته. فهمتي هذاك المنعرج الخطير راه هو كاين من ليا الاخوان، هو اللي كان في الاول. شوفوا تبارك الله الطريق، شوفوا شحال هرسوا في هذا الجبل هذا. هذا هو اصعب مقطع كان هنايا في هذا الطريق، هذه اصعب مقطع كان هنايا، صعيب صعيب الاخوان. هاد الارضيه ديالو، هاد الصخر ديالو كان صعيب صعيب. شوفوا تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا الطريق ولات واسعه، متسعه مزيان مزيان. داك العلو ديال داك الجبل ما بقاش، داك العلو اللي كاين كيشكل خطوره على الشاحنات، الوزن الثقيل، بزاف ديال الحوادث اللي كانوا كيوقعوا فيه. شوفوا الاخوان دابا هذا كيبان لكم، اللي شاف دابا هذا الجبل هذا يقول لك ساهل هذا الجبل هذا، راه هذا الجبل الاخوان راه قطعوه بالمين، يعني بالمتفجرات، يعني بالبارود، هو باش هودوا هذا الجبل هذا. الله يعطيهم الصحه تبارك الله تبارك الله عليهم. شوفوا الاخوان راه ماشي ساهل باش تهرس هذا الجبل هذا وتهود هذا الطريق هذا وتسهل حركه السير. يا سلام تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. خليكم على الاخوان، شوفوا معنا، شوفوا تبارك، شوفوا شحال ديال الوقت خدا لهم هذا الجبل هذا باش هرسوه، راه مده هما الاخوان. هذه البلاصه، هذا المقطع هذا هو اللي كيكونوا فيه هذوك الناس اللي كيبيعوا الهنديه اللي كيكونوا في الفوق وداك الشيء. دابا راه صافي ما بقاش، دابا راه صافي يعني تحولات الطريق عليهم، كانوا من الجهه اليمين من ليه. دابا شوفوا تبارك الله الجبل شحال هبطوا فيه، يا سلام يا سلام يا سلام. شيء رائع الاخوان، والله الا شيء رائع، شيء رائع الاخوان في هذا المقطع هذا، مقطع جميل جدا، مقطع رائع الاخوان. شوفوا تبارك الله، شوفوا الطريق، شوفوا الطريق الاخوان، راه هي فين كانت الطريق القديمه دايزه، شفتوها الاخوان من لهيه. الى شيء رائع الاخوان، شوفوا تبار اللهم زيد وبارك. هاد العذبه كانت هي خطيره، كانت من الجهه ديال اليمين. شوفوا شحال باش نقصات هاد العلو هذا ما بقاش. الله يعطيهم الصحه لهاد الناس اللي خدموا هاد المشروع هذا. هانتوما الاخوان هنا غنتلاقاو مع الطريق اللي كانت، الطريق الاولى اللي كانت كدور هنايا، كانت هنا على اليمين، كطلعو مع اللور ديال هاد الجبل هذا.
هاي كانت من هنا على اليمن. شوفوا تبارك الله يا اخوان هنايا راه وتاهي هنا كانت واحد الهودة بزاف، كانت واحد الهبطة هنايا وراه عمروها يعني عمروها باش علاوها باش ما يبقاش ديك الهبطة باش تولي الطريق مقادم يعني مزيانة باش ما تشكلش واحد الخطورة في العقبة ملي يكونوا طالعين. شوفوا الاخوان الطريق يا سلام يا سلام تبارك الله شيء رائع الاخوان والله الا شيء رائع. هذا المقطع الاخوان ما بين قلمي وطنطان والله الا شيء رائع الاخوان. هذا المقطع هذا رائع بمعنى الكلمه، يعني طريق نتمنوا السلامه لجميع مستعملي الطريق وتحيه لجميع السائقين وجميع المشاهدين اينما كانوا. الاخوان اللي باقي ما تابوناش معنا في القناه يدير ابوني في القناه ويدير ضغط على الجرس وما تنساوش لايك ما تنساوش البارطاج فضلا وليس امرا. وتحيه لكم وخليكم معنا. شوفوا شوفوا الطريق ديالنا بلادنا الجميله، شوفوا هذا المشروع رائع الاخوان والله الا مشروع رائع الاخوان. شوفوا معنا الطريق طريق جميلة ويعني واخا تكون السرعة محدودة 100 تقدر تمشي 100 ما تحش بها كاع واش غادي تجيب لك الله بحال راه غادي غير ديك 60 ولا 70 لأن مع الخدمة اللي مخدومة الطريق يعني واحد طريق نيلو يعني القدرون رائع الإخوان ما فيه لا سكوس لا والو طريق جيدة بمعنى الكلمة يعني كتمشي أنت كتمشي مرتاح والسيارة أو الشاحنة كتمشي مرتاحة. ونتمنوا الناس ياخذوا الحيطة يعني ما يجريوش بزاف لأنه مع هاد الإصلاح ديال هاد الطريق هادي تقدر تغوي بنادم يجري بواحد السرعة فائقة وتقدر تسبب ليه بشي حادثة لا قدر الله لأنه السرعة صعيبة بزاف يعني ما يبقاش بنادم يقدر يتحكم في السيارة الله يستر لا وقع له شي حاجة لأنه تتبان له الطريق مقادة مزيانة كيزيد في السرعة. ونتمنوا السلامة الإخوان بلا ما يجري مشى بشوية عليه تأني السلامة وفي العجلة الندامة وطريق السلامة لجميع مستعملي الطريق ولا داعي للسرعة الإخوان لا داعي للسرعة. عندك سيارة خفيفة سير بقانون سير ومال الشاحنة تا هما يتمشاو بشوية عليهم. دابا مال الشاحنات مابقاش عندهم المشكل في الطريق يعني كانوا كيتعرقلوا في هذاك الجبل اللي فتنا دابا. هذاك الجبل كان فيه مشكل كبير واحد خطورة لا اللي طالعين ولا اللي هابطين. اللي طالع دابا ما يقدرش يدوبلو وكيكونوا هذوك الكامينات الكبار اللي كيكونوا يعني كيكونوا مشارجين الحوت كيكونوا محمل بالاسماك دوك الفريقوات وكيبقاو يطلقوا ذاك الماء فهاديك العقبة مع تيكون طالع بشوية تيبقى الماء يتخوى ليه وهداك الماء كيسبب الحوادث كيسبب الانزلاق لأنه تيكون ذاك الماء ديال الحوت تيكون تيكليسي في الطريق كيسبب الانزلاق والله يستر لا قدر الله وخا يفراني شي واحد تقدر تزلق به السيارة ولا الشاحنة. ونتمناو مع هادوك الناس اللي كيشارجيو الحوت يعني الشاحنات نقل الأسماك باش يحاولوا يزيروا هذوك يعني هذوك التيوات ديالهم اللي كيخرجوا الماء ديال الحوت يخلوا حتى الاماكن راه داير لهم اماكن مخصصه لتفريغ مياه الاسماك حتى يوصلوا هذوك الاماكن ويخووا هذاك الماء ديال الحوت ديال السمك اللي كاين عندهم في الكاميو ويسدوا داك الشيء باحكام مزيان يسدوه مزيان باش تبقى الطريق نقيه ما يبقاش فيها تلوث ما يبقاش فيها اوساخ. تحية لجميع السائقين اللي كيلتزموا بهاد النصائح هادي وشكرا لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي وتحية لكم اينما كنتم فرجة ممتعة انتم. شوفوا معنا الاخوان شوفوا تبارك الله الطريق فين واصلة الاخوان شوفوا الطريق تتولي تشوف الطريق على حد تشوفة ديال عينيك كتشوف بها الطريق تبارك الله واحد المسافة طويلة شيء رائع الاخوان والله الا شيء رائع الاخوان.
هنا كتمشي ما كتحش كاع انت راك غادي في الطريق، تقدر تكون غادي حتى ل 120 وهي غير مسموح بها، ولكن ما كتحش راك غادي كاع حتى 120، لانه مع الطريق مقاده مزيان، يعني كتخلي بنادم كينسى راسو كيزيد في السرعه. ويا راه الاخوان لا تسرع الاخوان، تمهلوا سيروا بشويه الاخوان، سيروا بشويه وطريق السلامه، لانها تمشى بشويه غاتوصل ان شاء الله غاتوصل، لانه مع الطريق مريحه وانت غاتوصل مرتاح والسياره غاتوصل مرتاحه، وتا داك ربما تا العوامل ديال الزياده يعني في ديال المازوت، يعني ملي كتكون الطريق مكرفسه وكتكون غادي يعني كتشونجي الفيتاسات، يعني كتبدل الفيتاسات، راه كتزيد شويه من الاستهلاك ديال المازوت والليسانس، ولكن ملي كتكون الطريق مقاده مزيان كتكون غادي مزيان السياره غادي مزيان، راه تقدر تنقص من الاستهلاك ديال الوقود ديال المحروق ديال الليسانس ولا المازوت، راه تقدر تنقص منه، يعني ما تبقاش عندك داك، يعني ما بقاش الطوموبيلات كونسومي لك ولا الشاحنه يعني تولي تستهلك لك بزاف ديال الليسانس ولا المازوت، لانه الطريق مقاده مزيانه. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا معنا الطريق جيده جدا، ما كتحسش بالعقبه، ما كتحسش بالطريق، المنعرجات كبيره، يعني ما كتحسش كاع وراك داير في شي منعرج، يعني تحيه لهاد المهندسين اللي شرفوا على هاد الطريق هادي، وتحيه لهم جميعا، وتحيه لجميع الشركات اللي خدموا بواحد الجديه، يعني خدموا بواحد المسؤوليه بحس المسؤوليه، نتمنوا لهم التوفيق، شكرا لهم، شكرا للعمال اللي خدموا هنايا وخدموا على خدموا بواحد المعقول وخدموا صلحوا الطريق مزيان، تحيه لهم جميعا، هما خدموا وحنايا كنستافدوا، لا كنمشيو مرتاحين، السيارات الشاحنات كلشي كيمشي مرتاح، والفضل كيرجع للسياسة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي بغى يدير واحد النمو ديال هاد الاقاليم ديال الجنوب. وتحيه لجميع المغاربه من داخل وخارج ارض الوطن اللي كتكون عندهم غير على البلاد ديالهم، وكيبغوا يشوفوا البلاد ديالهم في احسن ما يكون. الحمد لله هادو من هما المشاريع الجميله في بلادنا، هذا راه شيء رائع الاخوان، والله راه هذا الشيء راه نحسد عليه، شيء رائع الاخوان، اللي تولي عندك الطريق، راه الطريق هي الاساس، لانه الطريق هو الشريان ديال التنميه، اذا ما كانش عندك الطريق ما كان عندك والو، الطريق هذا راه كتجيب الاستثمار وكتجيب السياح وكتجيب حتى الناس ديال البلاد كيبغيو يشوفوا البلاد ديالهم، اللي كيسمعوا الطريق مقاده والطريق مزيانه راه كيبغيو يجيو يكتشفوها ويكتشفوا هاد الاقاليم ديالهم ديال الجنوب، لانه تيقولوا الطريق مزيانه صافي كيكون عنده واحد العزم باش يجي يشوف البلاد، ولكن الا كان الطريق ما مزياناش وكان الطريق مكرفسه وكانوا الحوادث، الانسان تيخاف على راسو ويخاف على وليداتو، يقول لك نمشي تما لا قدر الله نتعرض لشي حادثه ولا شي حاجه، الطريق ما مصايباش، الطريق مكرفسه، ولا توقع لي شي عطب في السياره ديالي. ودابا الحمد لله يعني الانسان ما عندوش منها شي خاف، يعني راه الطريق رائع الاخوان، طريق جيده بما تحمله الكلمه بمعنى. شوفوا الاخوان هذا راه تا هو هاد الجبل، هو هرسوا هاد العقبه، كانت واحد العقبه خطيره جدا هنا، وراه نقصوا من هاد العقبه الاخوان، ولات هاد الطريق جيده صالحه للسير، يعني راه ما بقاش فيها خطوره على حسب الشاحنات ديال الوزن الثقيل اللي كيكونوا طالعين شارجين بزاف، ولا اللي كيكونوا هابطين حتى هما كيكون عندهم مشكل، ولا اللي هابط ولا اللي طالع. تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. وهنايا اخوان دابا هاد المقطع اللي كنا غاديين معاه راه باقى فيه الاشغال هنا، هو على اليسار
حنا غنتحولوا لهذا المقطع ثاني اللي هو سالة هنا على اليمين، يعني المقاطع اللي كتسالي في الاشغال تيحولوا لها الطريق. هذا المقطع هو اللي علمنا هو راه سالة كما كتشوفوا معنا الاخوان، وهذا الاخر اللي كنا جايين معاه هو باقى فيه الاشغال. شوفوا هذه البلاصه هذه حتى هي راه شرجوها مزيان، عطاوها يعني علوها مزيان على الطريق باش ما يبقاش فيها داك، باش يهرسوا داك العلو ديال هذه العقبه هذه باش ما يكونش مشكل في العقبه. علوها من هنايا، بداو من هنا تيشارجيو فيها تيعلو فيها باش ما يكونش مشكل على الشاحنات اللي يكونوا طالعين او لا يكونوا هابطين. انتما تشوفوا الاخوان هنايا راه حتى هذا المقطع اللي على اليسار راه حتى هو راه الاخوان راه من هنا راه انتهت الاشغال فيه. حنا غنمشيو مع هذا اللي من هنايا، انتما تشوفوا هذا هما البلاصه ديال هاد الاماكن ديال هاد الشركه اللي كانت شرفات على هاد المقطع هذا. تحيه لهم جميعا من عمال ومن المهندسين ومن سائقي الالات ديال التراكسات، تحيه لهم جميعا. والاخوان تحيه لكم كذلك انتم متتبعي قناه مناظير بلادي، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وتحيه لكم جميعا والسلام عليكم.